شايفين ان الاعلان الاسطوري دون في الحقيقه بيخلق ديكتاتوريه وسلطه مستبده جديده، وان هو في ظاهره الرحمه وفي باطنه العذاب، لان المواد اللي موجوده فيه من مطالب الثوره في الحقيقه بتضيع اي معنى ليها. بقيه المواد اللي بتعيد تكرار وبتعيد خلق سلطه مستبده، وان مفيش اي حاجه حقيقيه اتعملت في اتجاه المطالب الحقيقيه للثوره زي تطهير الداخليه اللي لسه في نفس الوقت اللي طلع فيه مرسي الاعلام بتاعه كان بتضرب في الثوار وكان بيسقط الشهداء بسبب القمع. احنا موجودين النهارده مع القوى الشعبيه المشاركين في المظاهره دهية دفاعا عن مكتسبات الثوره الديمقراطيه وضد تأييد حق الحريات وضد تأييد حق التظاهر والاضراب والاعتصام والتنظيم اللي في الحقيقه دكتور مرسي عايز يهاجم عليهم يهاجمهم، وده بان في اول قرار اخده بعد الاعلان ده هو وهو التعديلات في قانون النقابات العماليه. احنا مشاركين في الاعتصام ومتواجدين. الحقيقه الفنون مالهمش وجود في المسيرات في المظاهرات خالص، وده شيء ايجابي جدا لان بالفعل الفنون فعلا مالهمش وجود في الحركه دهين، ومش لازم الثوار يسمحوا ان الفنون يبقوا موجودين ويركبوا الحركه ويشوهوا وعي الناس. ليه بقى؟ ليه؟ لان في الحقيقه الفلول مش هم اللي بيدافعوا عن مكتسبات الثوره الديمقراطيه، الفلول بيستغلوا الازمه السياسيه والازمه الاقتصاديه اللي موجوده علشان يحاولوا يطلعوا تاني ويبرزوا على الساحه كقيادات للحركه الجماهيريه، لكن احنا بنقول ان احنا عدائنا لسلطه الاخوان لا تعني مطلقا ان احنا هننسى اعدائنا الرئيسيين وهم فلول المبارك. بقول لك كده، هو عمال شركه المحله كانوا مرتبين مظاهره بعد الورديه الاولى لاعلان رفضهم للاعلان الدستوري ولسياسات محمد مرسي. خرجوا بعد الورديه الاولى وبدات تتجمع اعداد، انضم ليهم الاهالي. وصلت المظاهره حوالي 5000 واحد طلعوا على ميدان اسمه ميدان الشوم. مجرد ما هم طلعوا على ميدان الشوم كان مجموعات من الاخوان كانوا عاملين كمين وبداوا يطلعوا عليهم ويضربهم بالخرطوش اللي هي الحاجات بتاعت الالتراس دي اسمها ايه؟ الصواريخ. 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 وبدات تحصل اصابات. طب وعرفوا ان هم اخوان ازاي؟ هم معروفين. اشكالهم معروفه. اوكي. وبدا بقى يبقى في مواجهات متبادله. والشرطه ما في شرطه؟ الشرطه بدات الناس العمال والاهالي يردوا عليهم، فالاشتباكات مستمره لحد دلوقتي. المفترض ان في واحد اصيب اصابه كبيره من الاخوان. في كلام بيتردد ان هو ممكن يبقى مات او حاجه زي كده، لكن المواجهات ما زالت مستمره حتى